السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس جديد في سلسلة رياضيات بالعربي تحت عنوان أنواع الأحداث. أوكي، أنا كتبت أنواع الحدث، مش مشكلة، أو أنواع الحدث. بس قبل ما نبدأ خلينا نعرفه أو نذكره بتعريف الحدث. الحدث هو مجموعة جزئية من فراغ العينة S. شنو هي فراغ العينة؟ فراغ العينة يرمز لمجموعة أو مجموعة مثلا من الأعداد كبيرة أو صغيرة. الحدث هو مجموعة جزئية منها، يعني الحدث على سبيل المثال حدث مجموعة الأعداد الفردية داخل من نطاق من فراغ العينة هذا، أو حدث الأعداد الزوجية من فراغ العينة هذا. هذا بس كمثال، ولكن حاليا في درس اليوم اللي هو درس من دروس المنهج في المرحلة الثانوية اللي هي أنواع الحدث، حنتعرفوا على أنواع الحدث الفعلية. أول أنواع من أنواع الحدث هو الحدث البسيط، من اسمه بسيط. خلينا ديما الموضوع ديما عم تيجي للرياضيات او للاحصاء او للفيزياء والمواد العلميه، فهم اكثر من انه هو حفظ او اقناع العقل والدماغ باشياء معينه. نرمزوا للعلم او للسؤال او للدرس بشيء معين حتى يجينا بسيط ونفهمه. فالحدث البسيط بسيط، يعني خليه بسيط، يعني هو الحدث البسيط عباره على قيمه واحده بس من فراغ العينه S. يعني فراغ العينه عبارة على عدد أو عبارة على عدد من من القيم، حتى 100 قيمة أيا كانت عددها. أم تيقول لك السؤال الحدث البسيط هو عبارة على قيمة واحدة بس، كانت كبيرة أو صغيرة قيمتها نفسها، يعني مثلا 20 ولا 1 أو 2، بس حدث بسيط يعني قيمة واحدة بس، يعني رقم واحد بس من فراغ العينة، ومن اسمه بسيط يعني قيمة واحدة. الحدث النوع الثاني هو الحدث المركب. المركب مجموعة من الحاجات نركبها مع بعضها، مجموعة يعني أكثر من حاجة. الحدث المركب أكثر من قيمة من فراغ العينة S. أما الحدث المؤكد ارمز لها بأي شيء، حدث مؤكد حاجة أكيدة لازم تكون تامة، ما فيش حاجة أكيدة وهي فيها حاجات غلط، فباش تتم حاجة 100% لازم تكون كلها صح، فارمز لها بالشيء هذا على سبيل المثال. فالحدث المؤكد هو كل القيم داخل فراغ العينة، يعني ببساطة الحدث المؤكد يساوي S، الحدث المؤكد يساوي فراغ العينة. النوع الحدث الرابع اللي هو الحدث المستحيل. المستحيل ممكن من ابسطهم ان انت ترمز له بشيء بتفكيرك، يعني الحدث المستحيل يساوي فاي او يساوي ما يساويش، ما فيش اي قيمه من قيم فراغ العينه، يعني الحدث المستحيل يساوي صفر خلينا نقوله، او فاي. يا اخي فاي اقوى من الصفر، يعني صفر في النهايه قيمه بس هو فاي، فراغ فاضي. نتمنى أن الدرس هذا كان مفيد وبسيط وقصير بالنسبة لكم واستمتعتم به. في حالة أعجبكم الشرح اللي هو أنواع الحدث ببساطة، يا ريت تخلوا تعليقكم أو ردة الفعل الخاصة بكم في التعليقات أسفل الفيديو حتى نعرف ونحسن المحتوى في الدروس القادمة، ونكملوا باقي أنواع الحدث اللي هم ما زالت في عندنا 3 أنواع من الحدث، اللي هو الحدث المكمل والأحداث المتنافية والأحداث الغير متنافية، وفي غيرهم خارج نطاق المنهج في الثانوية. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بالدرس هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.